وسط أجواء من البهجة والسعادة تستعد العاصمة الألمانية برلين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث تنتشر مظاهر الاحتفال في الشوارع والحدائق التي تتزين بالمصابيح الملونة والأشجار المضيئة. لقد تعلمنا في انجلترا ان نهاية نوفمبر الى بداية ديسمبر هو الوقت المناسب لإقامة احتفالات الكريسماس، حيث تواجد في اليوم الاول من احتفالات عيد الميلاد نحو 1000 شخص، وذلك يوضح استعدادية الناس للاحتفالات، كما يبحث الناس عن النزهة ويستمتعون بهذه العروض التجريبية. وتتميز حدائق عيد الميلاد في ألمانيا بالأضواء الكثيرة، فهنا في هذه الحديقة يوجد أكثر من 30 منشأة مضاءة ونحو 1.5 مليون مصباح، بالإضافة إلى شجرة الراغبين البالغة من العمر 100 عام والتي تعتبر من أبرز النقاط في المنطقة. كما يقوم الحاضرون هنا بالتقاط الصور التذكارية مع التماثيل المصنوعة على شكل سانتا كلوز الذي يعد رمزا للاحتفالات بعيد الميلاد في كل سنة. لقد قلنا أنه سيكون أجمل بكثير مع وجود الثلج، ولكن الشيء الإيجابي هنا عدد أقل من الحاضرين، لذلك كان من الممتع جدا أن نتمشى في الشوارع لرؤية الأضواء والموسيقى أيضا على طول الطريق. استمتعنا حقا بهذا، إنه جميل جدا ونحبه. ووفقا لتقارير فقد استقبلت حديقة عيد الميلاد في ألمانيا العام الماضي أكثر من 145 ألف زائر، كما ستظل الحديقة فاتحة أبوابها أمام الزائرين حتى 6 يناير المقبل.